الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. واتوسري في فالاسري نحن نلقاك بشرين حين تأتي كل عام سوف نلقاك مرارا في هناء مستمعينا مستمعاتنا في الجزائر وفي ديار الغربة، صح الإمساككم والصيامكم وإفطاركم وقيامكم، وربي يعيد علينا وعليكم رمضان أعوام وأعوام مع الأهل والإخوة والأصدقاء، وربي لقينا في الجزائر في ساعات الخير. كان البرنامج نتاعنا نتاع الحنين من المفترض هو أن نديروه قبل ما يدخل رمضان، وكان حول رمضان بالأبيض والأسود. للأسف الشديد هو أنه كانت عندنا أشغال فيما يتعلق بالتأسيس نتاع الجمعية اللي يعني رانا خذينا الاعتماد. نباركوا لنفسنا ونباركوا للشعب الجزائري بهذا المؤسسة الجديدة اللي إن شاء الله تكون في المستوى تاع التطلعات والطموحات نتاع الشعب نتاعنا. المهم البرنامج نتاعنا اليوم هو حول رمضان، كيفاش كنا نعيش رمضان في الوقت نتاع نواري بلون لما كانت الجزائر بالأبيض والأسود. معي كمال من بريطانيا ومعي الأخ تونسي من سطيف. نبدأ بك الأخ تونسي. أخ تونسي، كيفاش كانوا الجزائريين يحضروا لشهر تاع رمضان؟ بارك الله فيك أخي نور الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خير خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أحيي من الله تحية طيبة إلى جميع من يستمع لنا في هذا اليوم المبارك وعلى إذاعة وطني المباركة إن شاء الله، ونبارك لكم ونبارك لنا جميعا كجزائريين بهذا المولود الجديد وهو المصالحة الجزائرية التي لم تبخلوا عنا مقدار وقت من تعبكم ومن سهركم على إخراج البلاد والعباد إلى بر السلام وإلى النور الذي يهدي جميع الشعب إلى طريق المستقيم. أقول وبالله توفيق، ولا أنسى إخواننا المضطهدين المسلمين في جميع أقطار العالم من سوريين ومن بورما ومن جميع من يضطهد في هذه الأيام المباركة. نسأل الله عز وجل النصر القريب إن شاء الله تعالى. وأحيي إخواني المستمعين في خارج البلاد وفي داخل البلاد من المغتربين
وأقول لكم صحة أفطوركم وصحة صيامكم، وربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ويعيده علينا أياما وأعوام مديدة إن شاء الله بالخير. هذا الشهر أخي نور الدين والحنين إلى أيام رمضان بالأبيض والأسود في الماضي، لا ننسى ولا بد علينا أن نذكر أنفسنا بقول الله عز وجل حينما قال في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي فضله الله على 12 شهرا وفيه ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، وفيه هدى، يعني هذا القرآن الذي أنزل في هذا الشهر فيه هدى وفيه هداية للناس وفيه تآزر ومعاملات، وهو قرآن يمشي، وهو قرآن نراه في الأسواق ونراه في البيوت ونراه في كل مكان في هذا الشهر العظيم الذي كنا نعيشه في الأيام الماضية وفي الأعوام الماضية، الأعوام التي كانت بالأبيض والأسود ولكن كانت فيها الرحمة وكانت فيها التآزر والتكاثف، وكان فيها حب الجار لجاره وحب الفقير. وأنا أذكر بعض الشهادات من الناس الكبار أنهم يكادون لا يرون الفقير في شهر رمضان إلا المتسولين اللي ما عندهمش عقل، يعني كما نقولوا احنا المجنون، أما المتسول العادي يكاد لا يرى في رمضان. يقولوا شهر تاع الزوالية. صحيح، بارك الله بك، يعني شهر تاع الزوالية. وأنا حضرت الواحد القصة هكذا، كنا نسكنوا في حي شعبي في سطيف، كاين واحد جارنا عنده أمبريطة يبيع فيها العنب، يروح يسوق الصباح للسوق يجيب العنب ويبدا يبيع، كي يلحق انه يعوض المال تاعو، يعني اللي شرى به راس المال تاعو يعوضه، واللي يعيط يقول يا الزوالية كمال براس المال، يعني خلاص راس المال فايده وجابها، يعني راس المال تاعو قلبه، يولي ما يحسبش الميزان، تحوس على كيلو يعطيك زوج، تحوس على مثلا واحد جاء ما عندوش سوارد يقول له سلك الورطل. وهذا بعد صلاه الجمعه اليوم برك واحد بويو كان جزار بكري في الوقت تاع الستينات، يعني بعد الاستقلال، قال لي كان بويا جزار، قال لي كي يجيو الزوالية هذوك، قال لي اي واحد، قال لي جاي يشري اللحم، قال لي يقول له واش يحوس هذا، قال له يحوس اللحم، قال لي يقول له اعطيه رطل، اوزن له نص رطل، اوزن له مثلا كذا، بلا ما يهدر لك الزوالية هذاك، يعني يدي اللحم، يعني هو عزيز وهو مكرم. قال لي والسومه هذه تاع اللحم تاع الغلاء المعيشه وكذا، قال لي ما كانتش كاينه، قال لي كانت بالبساطة تاعها وبالحنين تاعها ذاك وبالرأفة تاعها وبالعطف تاعها لبعضهم، قال لي فيها بنة. وعلبك احنا اخويا نور الدين باش ما نطولش عليك، خلي ممكن خاوتنا يزيدوك شويه يتكلموا، احنا كنا في بعد الاستقلال، وانا زدت في وقت الاستقلال، كنا نسكن في حواري، احنا كيما احنا في سطيف هنايا نسكنوا في حواري، ما كانوش الناس يعني عندهم القدرة باش يبني وباش يجيو باطيمات ولا كذا، كنا نسكن في حواري، تلقى 5 عائلات 6 عائلات في حارة واحدة، وهذه الحارة هذه يتكلموا في بعضهم، أنه يعني ما كانش يعني واحد يخلي، ونسيت باش يبدوها بالرؤية. لا 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 لا، أصبرنا رانا جايين لها، ما رانا جايين لها بالتسلسل إن شاء الله. المهم قلت لك أنا كيفاش كانوا يحضروا رمضان، كيفاش كانوا يحضروا للشهر، يعني بشهر ولا شهرين تقدر تقول من رجب قبل شعبان، من رجب يعني شهر ولا، يعني كيفاش يديروا، يبداو يحضروا، يعني ولاو النساء في الديار تلقاهم يديروا النيتواياج، نظفوا، تلقاهم يغسلوا القش، يغسلوا الحيوط، يغسلوا التواقي، يغسلوا، يعني سبحان الله شغل العرس، يعني يستقبلوا عرس، يعني اللي شفت هذه بعيني، يستقبلوا ضيف، نظافه تنظيف، فهمت، هذه بداية تاعي كنت مازلت فيها، انهم يبداو ينظفوا، يغسلوا الزرابه تاعهم، يغسلوا كلش يتغسل، كلش يتنطويا، يعاودوا يطرحوا المطارح جدد، يديروا الصوف، يغسلوا. المهم كانت حفل كبير، وكان يعم، يعني الناس الجيران وكل كي تخرج تلقى نفس الصوره، نفس الطريقه، نفس الريحه، نفس الفيديو عليهم وكل، تقولي تليفوني وبعضها، هو ما كان تليفون الاول غير هكذا بالملامع، وكانوا الجيران على بالك يسقسيو بعضهم والله ذاك، يعني وفي الاسواق ثاني كيفاه هي مثلا بريباري، وقال او قالوا شهر
أنا في شعبان، أنا في كذا، أنا في 18 شعبان، حتى إن هما يوجدوا يعني شهرين الأفونس هما يوجدوا لا تليفون لا والو، لا تلفزيون. التلفزيون كان يملك تلفزيون راه غير المليح المخير يعني كما نقولوا الغني، كان عندهم البوست. دوك نجيو دوك نجيو للرؤيه نتاع الهلال ومن بعد ندخلوا لرمضان. دوك حنا رانا نحكي في المرحله هذه كيفاش كانوا يحضروا، كانوا يحضروا النفسيه نتاعهم، كيفاش كانوا يحضروا ايضا من الجانب المادي، من الجانب نتاع الاكل، كيفاش كانوا يجهزوا نفوسهم هكذا، كيفاش كانوا يديروا العوله نتاع رمضان. صح، كانوا يفتلوا الافونس، يفتلوا مثلا المسفوف. المسفوف هذا اللي يديروه وجدوه للسحور، يروحوا يشريوا مثلا الفريك. انا نقول لك، انا ما احنا ما كناش نشريوا الفريك، احنا كانت عندنا الارض، اي عندنا الارض في الدوار، نروحوا نجيبوا الفريك. يعني كيما نقولوا نحصدوه بالمنجل، نجيبوا الشواطات ونديروا نحرقوه ونملحوه ونيبسوه ويخليوه حتى قريب، ومن بعد يديروه بالمطحنه يطحنوه. ما كانش الرحاه هذا يعني الكبير هذا تاع الكترونيك ولا الكتريك، كانت المطحنه، المطحنة تاع الحجر هذيك، وكان كان ربي يرحمها تطحن. كان الرحى ثاني، كان الرحى بصح مش بالشكل تاع الان. يديو مثلا 50 كيلو ولا 25 كيلو شكاره تاع فريك ويرحيوها. يعني كلشي يتخدم، وكان يتوجد واسمو اللي كان يرحي. لا تشفى ما على باليش اللي كان يرحي، اللي كان عنده الرحى، واش كيفاش كانوا يسلكوه؟ يسلكوه بالقمح، يسلكوه بالفريك، يرحي لك الفريك، يدي الفريك يلحي لك الشعير، يدي الشعير، يلحي لك القمح، يدي القمح. شحال كان يدي مثلا تعطي له قنطار، شحال تعطي له؟ يلا ما عارف، انا كاين واحد البيدون هكذا ما عارف الميزان تاعهم، ربعي ما نعرف، ربعي ما نعرف، ربعي ربعي ربعي. المهم انا كنت نشوفهم كيف كان يهز هذاك الميزان البيدون هذاك يهزو يعمرو. كاين الربع، كاين الربعي، وكاين كاين اللي اكثر من الربعي، زوج كيما يقولوا، يقولون الصافي. اسمع، انا كنت ندي، انا كانوا يغسلوا القمح ويغسلوا الفريك ويركبوه لي. نحن كنا نروحوا فاكونس، ما كناش نسكنوا في الدوار، مشيني كنا نروحوا فاكونس يعني قبل رمضان، نروحوا فاكونس ويوجدوا في وقت الحصاد هذاك، وندي انا للرحى، يركبوه لي فوق الدابه هذاك ونديه للرحى، على باليش انا واش يدير. المهم انا ينحي القمح يحطوا ليه، والله ما نعرف كيف يدير. المهم ينحي، ما كان يطلب، ما يطلب مني لا صوار لا والو، ترحي القمح تاعك ولا ترحي الفريك تاعك وتهزو وتقلبو. وحضرت انا خطره لواحد رمضان هكذا، جينا في الصيف وكان وقت الحصاد، وانا صغير هكذاك، شوف جابوا لنا واحد كيما نقول نوادر تاع شعير، تولد الدار نوادر كبار كبار بزاف، وجابوا الماشينه، الماشينه هذيك اللي تدرس فيها واحد السبته هكذا لا كوروا، هذيك السبته تاعها واحد 20 متر ويخدموا والصيف وصايمين. وانا ربي يغفر لي، انا كنت نروح نجيب لهم الماء من العين بالطونو بالسيتيرنا هذه، ما على بالك انا صغير هكذاك وصايم، زعما كان عند فيهم، كي نعود مروح في الطريق هكذا نحكم التي ونجبد نبلل ريقي. ربي يغفر لي، الى كنت في عمري ما عليش 10 سنين، مازال ما لحقتش للبلوغ يا صاحبي، كل كنا هكذاك. المهم بصح ما لازمش تخليهم يشوفوك باش تبين بلي راك راجل، فهمت؟ والله هذه صرات لي، يعني كنت انا ندي نروح نجيب نعمر الماء. درك نجيو، درك نجيو ليها هذيك نتاع الصيام، كيفاش كانوا يصومونا وحنا صغار. ربي يبارك ان شاء الله، وربي يغفرنا، وربي يبارك في اللي ربونا ان شاء الله. اللهم امين. وكانوا مساكن يخدموا يعني كل شيء. شوف انا كليت المسفوف تاع القمح، يعني سحرنا بالمسفوف تاع القمح، واش مبلنا فيه هذيك الحلاوه اللي فيه، وبالزبده البن مخضوض بالشكوى، فهمت؟ يا حفظ يا حلف يا صاحبي، تحوس تفطرنا ولا خلي. يا والله واحد البنا غير واحد، شوف الحميس، الحميس نطيبوه على الجمر، عندنا نطارق هكذا لي بروش تاع الشجر هذاك، ويخرجونا برا ونشويو لهم الفلفل، فلفل حلو، ونشوي لهم الطماطم، ونشوي لهم الثوم. راك راح تدوخنا يا صاحبي بالخبزه والحليب والمطلوع طايب على النار، المطلوع طايب على الكانون. ايه اخويا، دوك نشوفوا كمال لكش ما يزيد يعطينا. كمال كمال مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، واش راك لباس؟ والله الحمد لله، الحمد ربي. كمال، كيفاش كنتوا انتم تحضروا لرمضان في المنطقه نتاع القبائل؟
والله في منطقة أنا كنت على كل حال كنت عايش في الجزائر. بصح في منطقة أنا ما شفتش أنا في المنطقة تاع قبائل، يعني على بالي باللي كنا في رمضان حنايا كنا السهرات في رمضان كنا نسهروا كما الشيوخة على بالك يروحوا يصليوا التراويح وكذا، وحنا كل عام كان كل عام يفتحوا قهوة والقهوة هذيك الناس جيت يديروا فيها لاتيا يديروا فيها الدومين والكارطة ويديروا فيها الحوايج هذوما تاع اللعب ومننا ونلعبوا حتى الفجر حتى قريب الفجر يعني وروحوا نرقدوا. بصح هذه محسوبة نحكي على السبعينات يعني في هذه ما شفاش كي كنت صغير يعني كي نروحوا هكذا كي كان لا قصدي من قبل يعني قبل ما يبدا رمضان. يا هل ترى في المنطقة نتاعكم ولا وين كنتوا كيما قلت لي انت في العاصمة كيفاش يعني كانوا يحضروا الشهر تاع رمضان يعني كانوا يوجدوا له؟ كانوا دوك كيما كان يحكي التونسي ما خلا والو قطع كلش دا كلش. يعني كانوا كيما في الدار كيما العجوز ماشي يما وماني ومنا كانوا يحضروا هما اللي كانوا يتكلفوا بالكوزينه. بصح كيما احنا في الدار باغ اكزومبل الرجال كانوا كيما قال لك التونسي نغسلوا الدار ولا نبنتروها هذه كل عام يعني في الحومه كومبلي المشفى الحومه كاع غير اللي ما يقدرش يا دارو يغسلها ينقيها قايتي كينقي الفراش الزرابال ولي قادر لا بلي بار البانتورا لحد الان يعني مازال الناس راهي تستعمل كل عام قبل رمضان شهر ولا شهر قبل رمضان اي بنتر قاع الدار هذه هي العوايد هذوما مازالوا لحد الان يعني دوكا بالك يكونوا نقصوا. انا دوكا راني عايش مانيش في الجزائر بصح العوايد هذو تاع البانتورا لحد الان يعني يوجد ولا لاصحاب الكوزينه من ايتيك لا المهم مول الدار القضيان وكذا قايتك ولا العجاج اللي في الدار هما يوجدوا على الحوايج تاعهم كيما كان يقول لك الفريك وكان اللي يوجد طعام كاين كل واحد وش يوجد لا الحوايج ما نعرفهمش فريمون نسيتهم كاع. مهم احنا ثاني في المنطقه نتاعنا احنا رانا قراب كيما انا والاخ تونسي رانا تقريبا نفس المنطقه وعندنا تقريبا نفس التقاليد. المهم نذكر بعض الاشياء هكذا برك اللي ربما ما قالهاش والله. المهم كما كان يقول الاخ تونسي كانوا قبل ما يلحق رمضان يبداو اول شيء اللي يبداو به هما كانوا يغسلوا الديار كانوا يديروا حاله نتاع نفير يحكموا الديار يغسلوا الحيوط يغسلوا كل شيء يغسلوا القياع وكاين الناس اللي كانوا مثلا ما عندهمش ديار هكذا مثلا مبنيين بالسيما ولا مبنيين بالبناء العصري كانوا عندهم الديار هذوك تاع الطين هذوك كانوا ايضا هما يستعملوا الطين كانوا يطينوا الحيوط هذوك. المهم من اجل على جل باش ويدثروهم في البجال ايوا كانهم كانوا يعني رحبوا بضيف فهمت استعداد لرمضان كانوا يوجدوا مثلا كيما الماكله كيف ما كان يقول الاخ تونسي انا نشفى لهم هكذا يعني في المنطقه نتاعنا كانوا يروحوا يديو الزرع هذاك يغسلوه يديو الزرع يغسلوه وبطبيعه الحال اللي عندهم الفريك والفريك ما كانوش كيف ما درك مثلا كان يتباع كان اللي ما عندوش يعطيو له يروح يدي زوج شواطات ولا ثلاث شواطات ولا هذيك يشوط ويوسي كيما نقولوا يصفي ويدي يبداو يوجدوا في الفريق يبداو يوجدوا في العقاقر هذوك تاع الوسمو اللي يديرهم هذوك في البرمه تاع التوابل ايوا التوابل هذوك كيما الفلفل الحمار هذا كيما الكسبر كيما يوجدوا حتى الحنه فهمت يوجدوا بعض الامور هكذا ايضا في الجامع ثاني نفس الشيء كانوا يقوموا به هو انه مثلا احنا في الجامع نتاعنا قبل رمضان بحوالي اسبوع ولا ثاني حاله نتاع نفير في الجامع يخرجوا الحصور هذوك البرة كانوا في ذاك الوقت ماشي كيف ما راه درك بالطابي كان الوقت هذا كانوا يستعملوا الحصر
الحنابل الحصير تاع الحلفه هذه كانوا يخرجوا الحصير الحصر هذو كامل ينفضوهم لبرا من الغبار هذيك ايوه تويزر فكرت لي كيما في البلاد هذا وتفكرتها تاع نغسلوا الجامع كاع نغسلوهم بنتروه والحصائر هذوك نخرجوهم لبرا نغسلوهم وكذا بارك الله فيك يعني هذه والله تفكرتها ويوجدوا قلت لك انا مثلا احنا في المنطقه نتاعنا في بكري نحكي لك على بكري قبل ما يجي تريسيتي والغاز دوفيل في الوقت هذاك ما كان لا غاز دوفيل ولا كان تريسيتي ولا كان اسمه كانوا الناس تعرف عايشين على الشمع وعايشين على الفنارات وهذيك يجيبوا يبداو يوجدوا يجيبوا الشمع يجيبوا كذا قلت لك انا يغسلوا الحيوط تاع الجامع يغسلوا القاعه يخرجوا ذوك الحصر هذوك يخرجوا الكتب هذوك ثاني ينفضوهم كذا من الغبره المهم يديروا حاله تاع نظافه للمسجد وللديور تقريبا كانت نفس التقاليد يعني يستعملوها اما في الديور هذه قلت لك انا كانوا مثلا الامهات نتاعنا ويعني وخاوتنا وهذيك كانوا يوجدوا رمضان يعني يوجدوا العوله كما يقولوا فهمت وهذه هي الان نجيو النقطه الثانيه هو انه نتاع الرؤيه نتاع الهلال بكري مثلا في المنطقه نتاعنا هنا ما كانوش مثلا ينتظروا التلفزه لانه التلفزه ما كانش عندنا وكانوا ايضا في ذلك الوقت كانوا دايرين البوست يديروا البوست هكذا والبوست بالحجار بلي بيل ولكن مع ذلك ما كانوش ينتظروا حتى يقولوا باللي مثلا في الاذاعه باللي راهو غدوه رمضان ولا ما عمري اللي شفت لهنا كانوا دائما يحضروا الرؤيه نتاع الهلال كيفاش كانوا يحضروا الرؤيه نتاع الهلال عندكم من الاخ تونسي يعني هو توجور يعني لازم دائما نوليو للاصل خاطر واش حنا باش نصوموا رمضان هذا شرعوا علينا الله سبحانه وتعالى باش يشرعوا علينا لازم نكونوا مسلمين وبطبيعة الحال يعني نوليو للأصل تاع التشريع هو كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني النظر إلى رؤية الهلال يعني هذه الرؤية كما نقولوا الآن لم نقدروش نستغنوا عليها يعني بالعين المجردة يعني كانوا هما تحضيرات يعني كما نقولوا الكالندري كيف يسميها بالعربية الكالندري كانوا فيها مثلا شهر شعبان شهر رجب شعبان حتى وقت يدخل رمضان هما في البداية هذيك أنا هذه اللي شفتها بعيني يعني مشتهاش هنا في المدينة شفتها في الدوار يروحوا يتلاقوا في السوق مثلا يحدوا نهار فلاني راهو مثلا يدخل 29 شعبان والله واحد من رمضان راك فكرتني أصبرني أخ تونسي راك فكرتني في الكالندري كانوا يجيبوا واحد الكالندري بلاك لا راك تشفى لهم شغل الوسمو ليامات هذوك لاصقين في بعضهم تسمى كي تنحي بالورقه تنحي والورقه هذيك تلقى فيها مرات صوره مرات تلقى فيها قصه هكذا مرات تلقى فيها حديث مرات تلقى فيها ايه تلقى فيها تشفى عليها مازال كاين هذه تاع الهجريه في الايام الهجريه ايوا تاريخ الهجري شوف هذه قلت لك انا يحد مثلا قال عندنا مازال يومين ولا ثلاثه انا شفتهم بعيني في الدوار في الجبل في الجبل مديرين واحد البلايص هكذا فيهم حجار حاطين فوق بعضهم يسميهم الشواف انا نقول للناس هذو راهم حاطين الحجار فوق بعضها وهما هذوك الاماكن تاع رؤيه الهلال يجيو من ثم هذوك الجماعه هذوك كما نقولوا تاع الدوار انا تكلمنا على الجماعه واش كانوا يديروا شوف يطرعوا بالجماعة مثلا ثلاثة ولا معروفين منهم الإمام تاع الدوار ومنهم جماعة كبار يعني يعرفوا كيفاه يشوفوا الهلال يطرعوا للبلاصة هذيك عندها كل بلاصة عندها اسم عندنا في الدوار تاعنا واسمها ما عارف الركبات ما عارف القنقان يعني باش نسيت الاسم تاعها المهم يجبدوا الشاش تاعو يجبدوا ويبدا يدنك يبدا يشوف في السماء الشاش وحاجة كاينة حاجة واحدة أخرى. أنا نجيبك حاجة وأنت تجيب الأخرى. فهمت؟ ويشوفوا يعني سبحان الله أنا نبقى نتحير مش راهم يشوفوها أنا ما نشوف فيها والو. هما يشوفوا المحرمة والله المحرمة تاع الشامي والله الشاش. ويشوفوا به.
اما تراسين يعني عندهم كيما نقولوا دي ريبير هكذا اللي يتراسيو بهم كي والله جمال يشوفوا بها البلاصه ويقول لك هاو كذا لا وكاين وما كانش. هذه هي انا واش شفت انا يعني كيفاش تقول ما صادفت مره شفت الهلال ولا ما صادفتش؟ انا كسات كليت وليت مع الجماعه اللي يقدروا يشوفوا وليت بروفيسيونال وليت بروفيسيونال انا في المحرمه هذه المحرمه هذه نشوف انا بعد الشاشة اسمع نفكرك في واحد الحاجه مانيش عارف الا انتم ديروها ثم عندكم ولا ما ديروهاش. شوف كانوا شفت كي يذبحوا النعجه كي يذبحوا النعجه كاينه وقيل اللوحه نتاع الكتف هذيك كاينه واحد البلاصه هكذا نتاع من العظم هذيك يديروها ويشوفوا بها شولي يحطها روبير يصوبوا بها يشوفوا بها يشوفوا بالوسم وبالعظمه هذيك باش ما تروح لهمش الرؤيه يعني التركيز لا كونسونطراسيون في التلفزيون. انا شخصيا يعني بون كنت في الوقت هذا كنت صغير يعني كانوا هما الشيوخ هذوك ربي يرحمهم راحوا ماتوا كامل واحد ما بقى منهم ماتوا كامل مساكن ربي يرحمهم. المهم كانوا في الوسم الليله نتاع الشك فهمت الليله نتاع الشك وحتى هما يومين ويومين حتى مرات حتى ثلاث ايام يبقاو حتى اذا ما وسمو يبقاو يشوفوه يبقاو يترصدوا الهلال. المهم كانوا يديروا قلت لك انا واحد العظمه واحد العظم هكذا لوحه الكتف اللوحه تاع الكتف هذيك يديروها ويشوفوا بها وفيها سره اول شويه انا شويه اسمع على بالك على بالك العلم تاع تاع وسمو تاع الفلك العلم تاع الفلك او من عند المسلمين هما كما كانوا يشوفوا البحار وكما كانوا ممكن كما يعرفوا لها كانوا يمشيوا بهذا الالات هذم فهمت كيف لحقوا حتى الاسبان بالالات هذم يشوفوا بها النجم الفلاني ويعرفوا النجم الفلاني والقطب الفلاني فهمت هذه لوحه الكتف ممكن راهي كانت من الادوات البسيطه اللي متاحه لجميع الناس يعني يقدروا شو كيما يقولوا يتراسيو بها لا هذيك اللوحه هذيك باش يركز بها النظر تاعو فهمت باش ما يتعبش النظر تاعو يعني يروح يديفي منا ولا منا. انا قلت لك هذاك الشواف هذاك راهو نقطه مهمه جدا واللي كانوا يشوفوا يعني كانوا يحضروا الرؤيه نتاع الهلال يا يعني ترى هما انه يقبلوا اي واحد هكذا يجي ما يقبلوش اي واحد ما يقبلوش هو يقبلوا غير الناس مخلصين والناس الصادقين. أنا قلت النهار الأول أنا تكلمنا على الجماعة من قبل ماشي كيما الجماعة تاع بك الجماعة تاع بكري راهم يخيروا الأصلح في الأصلح والتقي التقي يعني واللي عنده الأمانة واللي عنده الصدق واللي ما يكذبش ويستعانوا يستعانوا بالولاد الصغار والله ما يستعانوش بهم يعاونوهم يعني يستعانوا بهم والله ما يستعانوش بهم يعني في الرؤية يعني يشوفوا الرؤية اللي عنده رؤية مليحة. احنا من شافي خالي كان يقول لي شوف ترى خالي انا صغير وكي شوف ترى شوف احنا في الجامعه نتاعنا وكانوا يجيو ثلاثه من الناس ثلاثه مرات زوج مرات ثلاثه كان المؤذن ومعاه زوج اخرين. المهم هما قلت لك انا كانوا يديروا الشاش وكانوا يستعملوا هذه اللوحه على بالك اللوحه نتاع الكتف هذيك يديروها يشغل على بالك لانه لما تكون تشوف بالعين المجرده على بالك باللي ما تقدرش تركز بزاف بزاف صحيح صحيح ما تقدرش تركز بزاف الوغ هما يوليو يستعملوا هذيك تاع اللوح الكتيف شغل يولي كشغل النظاره وعلى بالك تشوف بها وجربها كشما نهار جربها تشوف هذه نوليو الكبار يعني جربها يديروا هذيك اللوحه نتاع الكتيف ويشوفوا بها. وانا شخصيا مره حضرت الوسم وقلت لك انا الرؤيه نتاع الهلال وشفته شفت الهلال شوفوا واحد على بالك باللي واحد السر واحد السر فيه ما يعني ما نقدرش نوصفه لك كانك اكتشفت وسمو كيما نقولوا اكتشفت كنز هكذا نقولوا ما كنت تمشي في الطريق هكذا ولقيت حاجه وسمو شغل اكتشفت كنز يعني تكون انت راك تفلي في السماء تفلي فيه على بالك راك تشوف فيه يعني في السماء هكذا تفلي فيه فلي ومن بعد يبان لك قلت لك انا كانك حاجه شفت حاجه على بالك واحد السر واحد الحاجه روحانيه هكذا يعني يحدث لك زلزال في الجسم تاعك يعني تشوف الرؤيه تاع الهلال
يحدث لك زلزال يعني الناس يصدقوك، يحدث لك زلزال في الوسم نتاعك في الجسم نتاعك. هذه فيما يخص يعني رؤيه الهلال. يعني قلت لك انا كانوا مرات هو انه يكونوا هذو مثلا المؤذن هكذا والله اللي معاه يكونوا مثلا شويه كبار في السن هكذا يستعانوا بالولاد الصغار يقولوا شوفوا شوفوا، لانه على بالك الولاد الصغار النظر تاعهم حاد. ايوه نتاع واسمو موش ناقصين. ايوه ويبقاو حتى يشوفوا. انا واحد المره قلت لك انا كنت من الاولاد الصغار هذوك اللي واسمو وشفنا الهلال ومن بعد عيطنا لهم هاو 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 وقاعدين بالذراع باش يشوفوه. وعلى بالك ما يطولش بزاف، ما يطولش بزاف. ايه ثم يروح. ايه ما يطولش بزاف. هذا يا اخونا كمال، يا هل ترى عندكم نفس التقاليد والله كش ما عندكم تقاليد واحدة اخرى؟ والله غير انا نشفى انا كي كنت صغير على بالك زمان كي كان رمضان كان يجي هذا الوقت ما زهوت وانا كنت صغير ونشفى هكذا يقولون على الهلال ومنا كنا نطلعوا حنا عند المسجد تاعنا جاي هذه في بلاد منطقة قبائل لا ذاك الوقت كانوا لي فاكونس يجوا في الصيف ورمضان كان يجي في الصيف وانا كنت صغير كانت يعني احنا كنا نروحوا لمنطقه القبائل في الصيف يعني المهم قلت لك نشفى هكذا كنا نروحوا للجامع نريحوا تما هكذا ونشوفوا وكان امام كما كيقول لك كما قال تونسي لا كاين ناس كانت يعني ماشي كبار في السن يعني كبار هكذا كبار يعني شويه ديجا ماشي فريمون ديجا حوالي 40 سنه كانوا يريحوا مع الشيوخ هذوما هما اللي يكلفوا بهذا الاخر وانا نشفى كنا صغار وكنا نريحوا معاهم يعني باش نشوفوا الهلال بارسا ما يعني ما شفتش يعني بزاف يعني ما كنتش مع الاخر بصح حاجه اللي نتعجب فيها هذاك الوقت وما كان الغاز على كل حال دوك مازال ما عندناش الغاز تريسيتي عندنا واحد حوالي 31 سنه ملي دخلت تريسيتي الجزائر الدشره هذه بصح حاجه اللي الحير فيها يعني كيفاش كاع الناس ما كان عندنا لا اخبارات لا والو بصح تما يقروا اش رمضان ولا ماشي رمضان والدشره قايتك تصوم وتشور لي قدامنا ويعني الدشور قايتك يصوموا على 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 الضربه هذه اللي والله يعني سبحان الله خبر ينتشر ثم ايه يعني تحير هذه ما على باليش بها يعني هذه درك الان تقودنا الاخ تونسي نعم هما انه كانوا مرات كما قال الاخ كمال كان ينتشر الخبر كان ينتشر الخبر هكذا نتاع الرؤيه نتاع الهلال وفيما بعد الناس تصوم وكاين الناس اللي مثلا ما يلحقهمش الخبر ما كانش مثلا المذياع ما عندهمش التلفازه الله كيفاش يديروا شوف انا الشيء اللي شفته انه كانوا عندهم كاين الدوار على العرش تاعنا الكبير هذا اسمه ولاد محله بني محله تابعين العياضات وتابعين ولاد زرير وتابعين الهضادره وتابعين الناس اللي جايين في الوطاق هذا الدوار هذا تاع ولاد محله بني محله جاي فوق في الجبل اسمه هو اللي عنده الرؤيه المفضله الكبيره يعني والدوار الاخرين جايين تحت شويه ما يشوفوش يعني ثم كي يشوفوا الهلال يركبوا هذوك الناس هذوك يركبوا في البغال في البهيم في الدواب وكل واحد يروح للجهه كل واحد يروح للدوار وهذوك هما نسمى المرسولين يديروا البراح ولا ما يديروش هذوك هما المرسولين دوك كي يوصلوا ثم الخبر على بعيد الحال علينا احنا كنا صغار انا نهضر كاني في 67 68 هكذاك احنا كنا صغار في هذيك الضربه فهمت يعني يوصلوا الخبر يعني كيما نقولوا من بلاصه لبلاصه كيما يلحق يعني الفجر يكونوا ديجا صايمين يعني سبحان الله تبقى واحد ربي كيما قال خويا كمال ويصبحوا كل صايمين المهم كانوا مرات كيما نقولوا يصراو دي زاكسيدون يعني وين تلقى الناس مثلا ما سمعوش والله هذيك يصبحوا فاطرين هي هو كيما فاطرين ماكل مثلا ويقولوا له اليوم رمضان ثم يمسك ثم يمسك ما يزيدش ياكل ثم يحبس هذه يعني كانت يعني كانت الصدق كانت النيه هي اللي كيفاش كانوا بكري الاخ تونسي في الوقت هذاك نتاع الجزائر بالابيض والاسود كيفاش كانوا يصوموا الاطفال كيفاش كانوا يصوموهم هذه رحمه كبيره هذه شوف احنا على بالك احنا في وقت رمضان قلت لك احنا شو شوقونا
يشوقون في رمضان هذا، يعني تولي تحبوا ما ينفروش منه، يعني يحبوك فيه. مثلا اللي صوم كما نقولوا يبلغ يولي 12 سنه ولا يقادر بالصوم ذاك، يحتفلوا به ويديروا مثلا يلبسوا له البرنوصه هذيك البيضاء هذيك، ويديوا للجامع وتمروا واسمو الدقله هذه، ويديروا له حتى يعني كيما يقولوا حفله او دخل واحد جديد في الصيام. حنا صغار نشوفوا الذراري ذوك اللي لبسوا لهم برانس هذم وحفلوهم ذاك، يجيب عندنا الحال. حنا لازم ثاني نوليو ونقلدوا، وهما كانوا يعطيونا كيما نقولوا حاجه مليحه بسيطه هكذا، ما يخليناش نصوموا كلش. يقول لك صوم على ضرسة وفطر على خمسة، يعني صوم الصباح حتى العشرة وفطر، نقول له خلاص هو صام الطول. جيب عندك انت القبوة هذيك بلي قدرت تصوم ولا قدرت نص نهار ولا. بعض الأحيان كي يشوفوك ضعيف ما يخليوكش تصوم. أنا صرات لي كنت صغير، شوف على حسب ثاني المتنوعات تاع الأكل، على بالك وقت الفطور فطور وحده، يعني هذه الطاجين الحلو هذا، وهذه الشربه كيفاه الله الله هما يبريباريو في النهار طول، هما يبريباريو حتى العشيه، وحنا نشوفوا ماكله وحدها صافي. في السحور انا صغير ما يخلينيش نسحر. واحد النهار شوف صارت لي واحد المشكل الامر هذا ونحكي لكم عليه، ولا حياء في الدين باش نصبح صايم. انا ما قدرتش ما ناكلش وما نصومش. انا راقد تحت الحنبل ونشوف فيهم هما يسحروا، هم يسحروا بالمسفوف وبالطعام وكذا، يخلصوا السحور تاعهم يبقى طبسينك فوق الميدة، خليهم غير ما يرقدوا ونوض انا نهز لك طبسي كش ما فيه شويه مسفوف، كش ما شويه بربوشه والله غير ما نسيت هذيك الكلمه. شوف ربي ان شاء الله يغفرنا وربي يدير المثال الحسنات. شوف هزيت انا هذاك الطبسي باش ما يفيقوش بيا بلي راني رايح للسحر، وهربت لهم ورحت للبيسي في بيت الخلاء، والله غير كليته في بيت الخلاء وقلبت الطبسي يعني باش واحد ما يشوفني. الصباح خلاص هاك الحليب راني صايم، هاك تاكل صايم، يعني لاباس ما نعرف السحر. كانوا على بالك في الوقت هذا كانوا هكذا، حنا علمونا هو انه تسمى باش يعلموا الاولاد هذو الصغار على جال باش يصوموا، ما يصومش نهار كامل، يصوم حتى ال 12 تاع النهار الوحدة، هي تبدا خاصة في الفصل نتاع الصيف اللي لحقت ال 12 ولا الوحدة نتاع النهار، يعني واحد ما يقدرش يريزيستي خاصة لما يكون صغير هكذا، يعني لأنه احنا يعني بدينا نصومو صغار. يعني أنا نشفى على روحي لما دخلت للسنة الأولى ابتدائي كنت نصوم. أحسرا كنت نصوم لما دخلت للسنة الأولى ابتدائي كنت نصوم. كنا نصوموا احنا صغار، يصومونا كانوا، كانت الوالده ربي يطول في عمرها هو انه ينوضونا، لما ما ينوضوكش تسحر هذاك النهار كبير، خاصه اللي عاد فيها مسفوف وبالدلاع وهذيك، وعلى بالك الدلاع نتاع بكري او ماشي كيما الدلاع نتاع درك، كان فيه واحد الطعم، كان فيه واحد الطعم ما عندي من نقول لك، وأون بليس كيفاش كانوا يبردوه، ما هو ماشي كيما دركا في الفريجيدار، كانوا يبردوه في الماء في العين، يديروا في يهبطوا الدلاعه يديروها تحت العين في العنصر بس، يعني والله اذا كان مثلا كاين الماء في الدار يديروها في كيروانه هكذا، ولا تكون في بلاصه هكذا نتاع برود هكذا، ويديروها تبرد. فهمت، قلت لك كانوا هذو الاولاد الصغار والله يعني يولفوهم كيفاش باش يربيوهم على الصيام، يحكموا واحد كيما نقولوا هكذا، يعلموه باش يصوم يصحر يرقد، من بعد لما ينوض يعني ما يطولش بزاف حتى ال 11 ال 12 هكذا، ويقولوا له خلاص، واذا اصر على جال باش ما يفطرش يفطروه باش ما يتهلكش يفطروه. انا راني شافي واحد المره ما حبيتش نفطر، وكثروا عليا يا رجل اثر يا رجل وكل، حتى نعدت وقيل للربعه قريب العصر باش فطرت لهم، فطرت بالذراع. فهمت المهم. شوف يعني شوف يعني هذا شوف جبنا على الصيام، على بالك الصيام فيه حكمه كبيره، مش الفايده منه انك تصوم على الماكله، صوم على الماكله وعلى الشراب.
انك تتمكن تعود عندك اراده، يعني تكون الاراده تاعك في قدره التحمل، في قدره تحمل المصاعب، في قدره تحمل العطش، في قدره كبح الجوارح، يعني كما نقولوا الشهوات على المفطرات هذه، على الحاجه اللي كنت اللي كانت مفضل عليك في الفطور في الصيام تولي تستغنى عليها وتعود النفس تاعك لها، يعني كي يبغي يخرج رمضان نبغيو نبكيو، يعني غير ذاك يعود خارج. هذا كوين يعني بدينا نولفوا به، فهمت؟ تولي عندك قدره قوه ايمانيه خارقه للعاده، وكما كنت تقول على الدلاع وعلى على ذاك السير وذاك يدير يبردوه في البسنات وفي القلته يا ودي. كاين شي خطره راحت لك دلاعه، كاين شي خطره راحت لك قرعه تاع قازوز، كاين عندنا واحد الشيخ يقولوا له الشيخ الطيب ربي يرحمه، واحد الشيخ هكذا يقولوا له الشيخ الطيب ربي يرحمه، هو متطوع، هو متطوع وكان مؤذن ايوا، عنده في الجامعه هذاك عنده كيما نقولوا غرفه خاصه به، غرفه يقولوا لها غرفه نتاع الشيخ طيب. هذيك الغرفه كانوا بكري الناس كانوا يجيبوا الكاطو، كانوا يجيبوا بكري الكاطو ويجيبوا التمر يجيبوه من الجامع صدقه، يديرهم هو ثم، ومن بعد يعيط لنا حنا الاولاد الصغار هذوك ثم بالعشرين بالثلاثين واحد والله ذيك، ويبدا يفرق لنا ثم. المهم قلت لك انا كان الجو هذاك جو وحده، يعني تفضل كمال، تفضل اخ كمال. نعم انا اسمع، قلت لك حنايا في هنا في 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 الاخر في سيتو منطقه تاع القبائل، عندنا البسان، عندنا بسان ايسورس تاع الماء تاع الجبل يعني، ها وخادمينه من غايتيك وجابوا حتى الدشره، هو جاي من الجبل جابوا حتى الدشره وداروا له تاوي، داروا له بسان وكذا. وذاك الوقت دوكا داروا له شاطو دو يعني ريزيرفيوه، بصح هذاك الوقت كان الماء يمشي 24 على 24، يعني داروا له تاوي هذاك الماء ما يروحش باطل، يروح هكذاك يخرج دوكا اللي يشرب يشرب، اللي يدوش يدوش، دايرين شغل حمامات لداخل متولينه يعني سبحان الله. ناس بكري تشوفهم لا قرايه لا والو، بصح واش داروا ما تقدرش قاعدصوا، هذاك الماء اللي يدوشوا به ومنه يروح البسان واحد اخر، هذاك البسان يروح للجناين، كاين جناين تما برك تاع الفلفل تاع الزروديه تاع طوماطيش تاع. المهم حنايا عندنا بسانات تما نشفى انايا، هذا الاخر هذه مازالها لحد الان يعني دوكا ما على باليش، بصح خليتها مازالها. صور هذا كمال. نعم صورها لنا، قول لهم يصوروها لنا ودزوها لنا ان شاء الله. قلت لك لا بلي بار غايتيك البخسيس، ينحيوا البخسيس، وحنا على بالك المنطقه هذيك عندنا بزاف البخسيس، وعندنا الدلاع هكذا، عندنا الجنين تاع الدلاع، بصح لا بلي بار كاع تاع الناس هو البخسيس. البخسيس هذا كيديروا في شكاره ويرميه داخل البسان، ولا يرميه داخل البسان هذاك برك، هو ما صافي على كل حال، ويخليه حتى الاذان، يعني تسمع الاذان الناس قاعد تفتح رمضان تاعها بالبخسيس هذه، يعني سبحان الله راه تقول لي او يقول لي راه شري راه بيه وهبط البلاد. كيفاش كنتوا تسحروا كمال، ولا كيفاش كانوا يسحروا في ذلك الوقت الكبار، وكيفاش كانوا يسحروا، وكيفاش كانوا يمسكوا، وكيفاش كانوا يفطروا؟ والله راه نشبه انايا لا كيما الفطور منا كيما وايد كيما راهم يفطروا درك هكذا. نعم كيما راهم درك هكذا الاطباق هذه منوعه. لا 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 حصل. انا نشبه نهار صمت انايا لا بروميير بوا، ماني عطاتني حبابيط، طيبوا لي حبابيط نهار صمت لا بروميير فوا تاعي، يعني احنا في الدار اللي يصوم كي يكون جديد واحد جديد هكذا يصوموه، يصوم يعني طيبوا له حاجه خفيفه هكذا يتهلا فيه، واش هو طيبوا له حبه بيض يعني سبحان الله. وذاك الوقت وذاك الوقت حبه بيض راهي ستيكه تاع دوكا بصح الطعام كان بسيط 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 يعني بالغاني، ويعني احنا الحمد لله كنا يعني ما نشربوا كيما درك هكذا على الطابله والكراسه ولا الطابله. احنا كانت عندنا ميده هذه الطابله هذيك صغيره، ايوا كيما اللي راه في الصوره نتاع راه دايرها في البروفيل تاعو، هذيك هي تاع تونس هذه. عندنا ميده بصح ما عندنا ثلاث فاميليات يعني الله يبارك، واحد 30 واحد،
30 واحد وذلك الميدا هذيك الميدا هذيك ترفع ديال ربي واحد ربعة ولا خمسة هذا ما كان ومضايرين كاع تما داخل عندنا شغل عندنا كيما عندهم توسي عندنا شغل صحينا اذا شغل تحطاها هكذا يريحوا فيها وندوروا كاع كاع كل واحد طبشي وعاد النشفه انايا ماني هي اللي تسربي هي اللي تعطينا كلش هي تسربي كلش ما الطعام حتى حتى الدلع فهمت النشفة أنايا كاين شريبة هكذا خفيفة كاين كاين طعام وكاين جواز هكذا وكاين دلع ولا الدلع هذا يعني كان موجود الطعام هذا كان ديما موجود طلع باش نقول لك أنا كيما دوكا الزلابية والقلب اللوز والقطايف والحوايج ومن هذي هذو كاع ما كناش نعرفوهم كاع كاين السهرة السهرة هكذا كي كاين كي يجيرو جيران ومن هذي يديرو الحلوة تاع الدار يوجدوا الحلوة تاع الدار ومن لا تاياتو منا بصح لا كيما الفطور والسحور لا بلي بار غايتي كاين كاين طعام كاين الشربه هذه هادو ما 24 حتى حتى الاخر هذا هو حنا الطعام في الدار مازالو لدوك الشيخ يعني ومنا العجوز الطعام ما تلعبلاش طعام هذا هو ما كانش يعني كانت بسيطه يعني كان الناس كانت صوم يعني والله العظيم غير والو كاع والو ماشي قضيه ماكله ولا قضيه الاخر طبعا ماشي كيما دوكا تبدل بزاف رمضان تبدل بزاف الاخ تونسي نفس السؤال نعم يعني كيما كان يحكي خويا كمال يعني والله غير سخفنا وسخفنا في ايام زمان يعني انا قلت لك احنا كنا نسكنوا في البلاد عندنا حاره الحاره هذه فيها خمس عائلات خمس عائلات شوف يبريباريو المطلوع تاعهم يطيبوه في الكانون طيبوه في وسط الحوش بالحطب والاخرى راهي تبريباري الشربه تاعها والاخرى راهي تبريباري مع البيف شني الطبق المفضل يعني المخير خلاص كما هو انا نقولوا طاجين حلو ولا ديروه ديروا دار من الديار وحده دير طبق مليح مثلا مع البيف شنا فيه الدجاجه حنا الدجاج هذاك ما كناش نعرفوه نروحوا نذبحوا وحدنا نشريوا الفروج ونشري والله الدجاجه وهذاك ونذبحها تلقى الكارطيه كل الحي تاعنا كل يذبح في الدجاج ما كانش هذا الدجاج تريسيتي هذا ما سمعناش به غير هنا صافي كي يديروا الطبق هكذاك تاع مليح هذيك العائله اللي دارته في وسط الحاره اي توجد الطباسه للديار وكل خمس ديار مثلا كل واحده تعطيها طبسي تاعها الشربه شوف طبسي خارج من دار وطبسي جاي من دار وحنا نقعدوا في الحوش عندنا شجره تاع البخصيص جايه في وسط الحوش يعني الديار كما بكري ديار سبيطار دار السبيطار هكذا الحواري تاعنا حنا بكري مسلمين كانت عائلات خمس عائلات هما اسره واحده يعني شوف كي تاكل يعني الشربه تاكل المطلوع هذا تاكل يعني حوايج يعني تبقى عرس احنا في بينا المنطقه نتاعنا بينا تقول عرس في المنطقه نتاعنا الاخ تونسي في الدشره دي كنت نسكن انايا كانوا الناس يعني تقدر تقول نفس السيستم كان يمشي فهمت كانوا مثلا مع العشيه كانوا في الجامع نتاعنا هذا كانوا يديروا القرآن يديروا عبد الباسط كل عشية راه مازال حتى لدرك كل عشية قبل تقدر تقول واحد ساعة قبل الإفطار والله يديروا عبد الباسط يعني يديروا التكرار لا يديروا عبد الباسط التكرار احنا يديروا الحزب هذاك بعد العصر يديروا زوج حزاب نشوف على التكرار المهم العشية بعد العصر تبدا تشم في الريحه نتاع نتاع الوسمو نتاع الكسره نتاع الكسره نتاع المطلوع يعني دوك كيما شفت المنطقه نتاعنا هذيك نتاع الدشره هذيك كي تجي داخل من الغدير كي تجي داخل تشم الريحه هذيك يا نورتين نعم لا نعم كتاب حنا في العاصمه للدوك دوكا تدخل العاصمه هذا الوقت يعني هاي كيما قلت انت قبل المغرب بساعة بجوج سوايع تشم ريحة حشيش مقطفة ريحة الشربة والله غير نشفى لها غير بحومة اللي تدخلها تشم ريحة الشربة تشمها يعني تشم ريحة الحشيش مقطفة ما كانش ريحة السينوت اسمع لما جينا نهضر لك على الشربة راني نهضر لك على الكسرة المطلوع الكسرة نتاع الكانون كانوا بكري كانوا يخبزوا ما كانوش يجريوا الخبز كانوا يخبزوا يديروها على الكانون يديروا لوقيد هذاك البريو الى تعرفوا ايوا ومن بعد يديروا
كيديروا الكانون هذاك، ومن بعد عندها الكسره هذيك نتاع الكانون هذيك، عندها واحد الجو واحد الطعم سبيسيال. دونك انت لما تدخل قلت لك انا تكون تمشي كامل ناصبين الكوان هذوك يطيبوا، دونك قلت لك يمدوا واحد الريحه يعني من خلال القريه هذيك، يعني تقدر تقول النسبه نتاع 80% والله كامل ناصبين الكوان هذوك وطالع الدخان هذاك نتاع الريحه هذيك تاع الوقيد هذاك. قلت لك واحد الطعم يعني نتاع رمضان هكذاك مع الغروب تاع الشمس هذاك، واحد الطعم ما تقدرش تصوره. الى دوكا نوردين ساعه ساعه يقول لك في شعبان كي يبدا شعبان هكذا يقرب رمضان ينوض واحد يقول ايه والله غير نشم في ريحه رمضان. راني نشم في ريحه رمضان. كنا هنا شوف هذه تجي من الحوايج نتاع الطياب تقدر شوف نقول لك قول شوف من نهار صرات الفتنه هذه نتاع البلاد هذه من التسعينات والهون ولات الناس شوف ولاو يقول لك السنه والله يا رمضان ما عنده حتى معنى. كنا شوف قبل ما يلحق رمضان يقول لك راني نحس في راني نشم في الريحه نتاع رمضان راني نشم فيها. قلت لك انا فيما يتعلق بالامساك كانوا يعني هكذا في السحور يعني كانوا يديروا المسفوف وكانوا يديروا امور واحده اخرى، كانوا يديروا بعض الماكولات كلها ماكولات شعبيه كلها. ما كان حتى حاجه كانت تجينا هكذا مستورده والله يجيبوا حاجه خاطي تاع الدار. كل شيء حاجه مستورده نوردين هي البنان. الدوله اللي استوردناها هو البنان، يعني جات خلى علينا البنان جديد في وقت شادلي. انا نعطيك قبل ما بين الفطور وما بين السحور كيف كانت الغزوه، انا ما عقبنا عليها الباك، كانت السهره تاع الباك. شوف هو كل كيما نقولوا كل زمان عنده محاسن وعنده مساوئ. لا لا احنا ذكرنا نحكيو على الامساك وعلى الفطور ومن بعد نجيو كيفاش كانوا يحيوا الليالي تاع رمضان. ايه هو الامساك يعني كان بسيط جدا، يعني كان كيذن الاذان الاول الناس يبداو يسحروا يبداو المسفوف. احنا عندنا هذا كنقول لك كمال الطعام، احنا عندنا المسفوف هذا كان طيبوه. المسفوف هو ارق من الطعام من البربوشه، رقيق عليها ويديروا له الزبده ويديروا له الزبيب يعني العنب المجفف. هذا يفوروه مع بعضهم ويباتوا يفوروا فيه باش يولي يرطب، يعني كي تاكلوا ما تحسش به. ومعه البن، يعني اللي يقدر ياكل بالبن هو له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم البن ومصمصوا في فمه، دوروا يعني فمه وباه شربوا. قالوا له لها درت هكذا المضمضه هذه وباه شربته، قال له انه فيه دسم، يعني حب يبدا كيما نقولوا برقوا بالدسم هذاك، يعني الدسم يعني تاع الزبده تنفع بزاف في 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 الصيام، ومع لي كربوهيدرات تاع المسفوف يعني رايح الجسم يتغذى منهم ببطء. هو طول يعني المده هذه تاع 13 ساعه ولا 15 ساعه تاع الصيام، ما كانش واحد يحكم لك كيما نقولوا المانو تاع الكور تاعك باش يتغذى غير بالخبز بالقمح هذا. فهمت؟ ولهذا احنا عندنا الزبيب هذا هو المسفوف. المسفوف نخدموه. على شحال عندكم الافطار اليوم الاخ تونسي؟ اليوم راهو الافطار على 3:30، احنا نوضوا 3:30. راه قريب ولا مازال؟ الافطار تاعنا دوكا عنده جا. انا قريب تفطرنا. انا قاعد نحوسك على السحور. الافطار هو مازال واحد 3 دقائق 4 دقائق. ايوا يا خويا مالا مازال تهرب علينا. اسمع مازال اسمع روح كمل 25 كمل السحور 54 اذن كمل السحور والفطور ونخليه كامل. هو مازال بلا وكامل راه قريب لك الفطور ولا مازال؟ مازال في الانجليز مازال جماعة كندا مازال ما طلع وقيلا هذا راه طلع عندهم النهار. مازال حنايا مازال قوجا ساعة ونص. احنا مازلت واحد يا ربي 25 دقيقة. احنا مازلت ساعة. احنا مازلت ساعة. انتم احنا هذيك هذوك الصباح هذا راح نصليو العصر. انا رايح الجامعة نتواصل. الفطور يعني هما كما احنا عندنا الطبق الرئيسي كانت الشربة. شربة فريك مانيش عارف كيفاش يقولوا لها في أماكن واحدة أخرى. المهم في الجزائر يديروا واسمو لسان العصفور. هكذاك خويا كمان. لا نعم. بالشربه تاعكم ديرها بلسان العصفور.
ديروا لا يديروا صبع هذيك لا صوص باكيتي هذاك وكاين صوص باكيتي هذيك فيرميسال هذه فيرميسال فيرميسال يعطيك الصحه وكاين يا ربي واسمو هذاك الشيء تاع الشعير يا فريك الفريك يعطيك الصحه على سينام كاع وديروا ديروا فيها شويه حمص حميصه يديروا حميصة يديروا شيء زروديه حبه زروديه حبه قرعه حبه بطاطا هذو من بعد يرحيوهم وبعد يديروا يديروا الفيرميسال هذاك ولا يديروا الفريك انا عندي بحميس كل منتير طرع عندهم اي كان الاطباق قالت كل على باك كل كل منطقه كل منطقه عندها الطبق تاع على باك انا وحنا رحت كريت عرضنا واحد اي فكرنا في الطبق الرئيسي اللي يوسيوه بزاف الناس في رمضان الشربة طبق هو الشربة هذيك الشربة وكان خبز الدار هذو خبز الدار والشربة هذو ما راح يسوي الطعام زيد 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 تفكر كاين حوايج بزاف يديروهم في رمضان هذا الطبق الرئيسي شوف حنايا في المنطقه نتاعنا كاين واحد يجي واحد تونسي او مش ماكش انت يا واحد تونسي كاين يجي واحد تونسي سبيسياليتي زلبيه تعرف زلبيه نتاعو مانيش عارف هذاك السيد هذاك اللي راه حي ولا ميت يقولوا له عمي علي تعرف يا تلقى الناس دايرين لاشين عليه هذاك زلبية عنده واحد زلبية خاصة وزلبية بوفريك وزلبية عندها طعم خاص هذه أطباق يعني مشهورة يعني على مستوى القطر الجزائري درك راه منقولوا سيدي فطروا يا خونا التونسي نعم بعد الفطور من بعد الناس واش دير هذه هو الوقت بالأبيض والأسود راني نحكي لك على بكري صحيح شوف بالأبيض والأسود احنا كنا صغار الأولاد الصغار كيفاش كانوا يديروا شوف نقول لك أنا كنت صغير وكنت كيما نقولوا نفطر ما نصومش بزاف شوف اللعبه تاعنا كل بعد الفطور كي يزن المغرب حنا نخرجوا برا شوف الكارطيات مخليين خالي مخلي روحوا للشيخ هذا اللي مسمينا جارنا هذا يجيب العنب قلت لك يبيع العنب براس المال وبعد كي يبقى عنده يولي يخرج البسينه ويفرق للجيران ويبقاو له بعض الصنادق حنا كي نخرجوا برا نروحوا لامبريطا نشبعوا عنب يعني مش محروسة هذا تاع الكارطي يعني مش يفزدوا والله ذاك ويشني ناكلوا العنب انا نلعبوا بالسينيال انا نلعبوا بالكروسه الجريه هذيك انا نلعبوا حندريسه بالنعجه هذيك نلعبوا الغمايضه نلعبوا يعني تتمتع الكارطي الكروسه تاع البي ها كروسه تاع البي ايه كروسه تاع الرولمات تاع الرولمات قلت لك ومعد الفطور كي يخلصوا الناس الفطور كاين اللي يروحوا يسهروا يروحوا للقهاوي كما قال خويا كمال يروحوا للدومينو وكذا هذه حاجه ماشي مليحه وقت فات وكاين اللي يروحوا للجامع انا رحت مع خويا لهذا المسجد ابا ذر مسجد تاع جمعيه علماء المسلمين في سطيف تعلمت فيه الصلاه ويعني بكري عندها من كما نقولوا بدايه السبعينات والنساء يعني والاهالي واش اللي خدمه تاعهم ما كانوش يخرجوا كما يروحوا للجامع دوكا يروحوا يصليوا يخرجوا يروحوا لبعضهم عباك الحواري احنا تاعنا مقابلين بعضهم بس حق الطريق هيا 3 مترات والله 3 مترات تلقاها في الدار الاخرى هاي تغنس غير الملح دير الملح في هذيك والله دير فوطه فوق راسها اوب تخرج هاي عند الجيران هاي جات هم جاو هم تكلموا عنا وفرحه ديما عايمه يعني فرحه عامه على المستوى تاع الناس الكل يعني سبحان الله المهم ودوك في رمضان تاع دوك نخلصوا الفطور نروحوا للجمع يعني الجوامع المساجد ما اكثرهم وما اكثر المصلين وين صرح يعني كي تخش للجمع تبقى توحد ربي تبقى غير تشوف في الزخرة في هذيك بصح باش تسامي خوك دوك كيما نقولوا تصلي تسامي كمال ولا تسامي واحد صاحبك باش تحس بالايمان معاه ولا تحس بالصداقه ولا تحس بالاخوه ما كانش فكري هاي كانت كاينه واش ندير بها معطيهم خلاص فهمت نور الدين يعني بكري كانت النية وكانت كيما نقولوا البساطة يعني تجيب حاجة هكذا باقيطة هكذا تاع مثلا سينوج باقيطة هكذا تقدم جارك تعطيه طرف منها كانش يعني حاجة هذه اللي كان بكري كان تضامن كانوا الناس يتضامنوا مع بعضهم البعض وكان الصدق مستوى المعيشة كانوا كل كيف الصدق والاخلاص وهذيك في الجامعه هنا نتاعنا كانوا الاولاد الصغار ما يخليهمش يصليوا في الصف الاول
الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث هذوك كل محرمين عليهم فهمت. لا حتى الا بغيت تجي انت الاول ما يخليوكش تقعد في الصف الاول. الصف الاول ريزيرفي تسوي في الصف هذا الصف الاول ريزيرفي ريزيرفي. المهم كان احنا في المنطقه نتاعنا قلت لك رانا تقريبا نفس التقاليد كنا نفطروا كي كنا هكذا في المرحله هذيك تاع الطفوله هذيك. احنا ثاني كنا نخرجوا بعد الافطار مباشره وكنا نلعبوا من بينها الدرايك من بينها ألعب واحدة أخرى كنا نديرهم ثم. وحتى البنات ثاني اللي كانوا صغار ثاني كانوا يخرجوا يلعبوا مع بعضهم. والنساء أيضا ثاني كانوا يخرجوا هكذا كما قلت أنت الحارة يخرجوا رغم أنه في ذلك الوقت قلت لك أنا ما كانش كاين الكهرباء لكن مع ذلك كنا نلعبوا تحت الضوء نتاع النجوم نتاع النجوم نتاع القمر. كانوا يخرجوا هكذا النساء ثاني مع بعضهم يحكيوا هكذا ما يطولوش هكذا واحد نص ساعه ساعه هكذا يدرتشوا شويه هكذا مع بعضهم هكذا يعني كانت تسمع كانت القهوه تتنقل من البيت للبيت اعطيني فنجان قهوه اعطيني فنجان زيت اعطيني فنجان سكر. وكانوا بكري كانوا بكري ماشي كيما درك كانوا بكري يطلبوا بعضهم ما تم اسمع هاو ما عنديش الزيت هاو بكري كانوا يوسيو بعضهم مثلا كانوا يطلبوها او ما عنديش الزيت بعث لي زيت او بعث لي سكر بعث لي دهان بعث لي طماط كذا كانوا يتوسوا مع بعضهم كذا كانوا يتضامنوا مع بعضهم. دوك جارك مع راه جيعان والله ما عاد بالك به طول واحد ما على باله دوك الواحد لا تبرعوا لا قول بنا في الله المستعان. المهم احنا نذكروا الحنين نذكروا يعني ايام زمان وان شاء الله تعود. نعم كيفاش كانوا في الوقت هذاك الاخ التونسي كيفاش كانوا يحيوا الليالي نتاع رمضان؟ لا انا قلت لك هذا هو يعني كنا اشوف انا بديت نصلي ومن بعد نجيو للسؤال الاخر ربما راه عليك الحال انت ثما معليش مازال انا راح نفطروا مع بعضنا انني متمني نفطروا مع بعضنا راح نفطروا على السكايب اليوم وخلاص متمني ان شاء الله يسهل ربي ان شاء الله ونوليو كما مع بعضنا ان شاء الله ونتلاقاو على مائده واحده قداش كمال ان شاء الله فهمت. تحس بالطعم تاع موش الا الفايده في الماكله الفايده مع خاوتك تقعد مع خاوتك وتعود تاثر معاهم وتتبادل معاهم اطراف الحديث والهموم تاع الناس والله الفرح نتاعهم هذا هو المواساة والمؤاسرة في رمضان هذا هذه الفايده منه مش باش تاكل برك باش تاكل وتشرب ولا تصبح راقد تروح. انا بكري قلت لك انا في الكارطي نلقاو البلاطو تاع خبز الدار محطوط في الباب في الفايده مغطينه بالكتانه ولا فوطه هكذا بالمساك محكم بالمساك نهزوه مباشره نديوه نروح نديوه الكوشه المخبزه نطيبوه ونقلبوه. ولهذا قلت لك انا وين طابلت كنيت يعني كي تخش الحاره الفلانيه هاتي يا خالتي يا عمتي اعطيني شتق تعطيك شتق عمتي اعطيني اني ما فطرتش ولا ما شربتش حليب تجبد لك الحليب يعني كانت يعني ما تحسش بالفرقه هذه والله. المهم شوف كانوا بكري قلت لك انا كاين بعض الاشياء اللي مره على مره الانسان يستذكرها كانوا يستعملوا اللبن والحليب الرايب حليب الرايب يخدموه ثم واللبن ثاني الشكوى. ايضا بالشكوى ويمخضوه وكذا والحليب العادي. المهم كانوا يستعملوهم المأكولات كلها مأكولات شعبية ومن الصنع يعني نتاع المحلي يديروا الجبن يديروا الجبن وتاكل الجبن. كنا احنا مثلا في المنطقة نتاعنا وفي الجمع نتاعنا تحديدا كانوا مباشرة بعد رمضان في بعد الإفطار بعد المغرب كانوا يديروا واحد التسبيح خاص ومن بعد كانوا يديروه بعد الإفطار يعني بعد ما يصليوا المغرب ويفطروا كانوا يديروا تسبيح قبل الصلاة تاع العشاء. كانوا يديروا تسبيح خاص يديروا هكذا يقعدوا يسبحوا ومن بعد يصليوا العشاء ويديروا التراويح. وكانوا أيضا يجيبوا واحد واسمه تسبيح ثاني يجيبوه بعد الانتهاء من الصلاة تاع التراويح كانوا يجيبوا تاع اللي بين الركعات وكانوا ايضا يجيبوا تسبيح خاص بعد ما ينتهيوا من الصلاه تاع التراويح من الحزب الاول والله وفي المرحله هذه نتاع رمضان كانوا في الايامات الاخرين في العشر الايامات الاخرين الجامع ما تلقاش بلاستيك خاصه في الاوقات نتاع الفجر كانوا يحضروا ليله القدر فهمت.
كانوا يحضروا ليلة القدر مش كيف ما الآن نتاع أنه يروح يصلي وما على باليش واشي وقل كانوا في الوقت هذا كان نحكي لك أنا على بكري وبطبيعة الحال كاينة أشياء اللي كيما نقولوا النية نتاعهم كاينة أشياء اللي حقيقية كاينة أشياء اللي مساكن كانوا عايشين فيها كانوا عايشين في الاستعمار أسمع هم في المنطقة نتاعنا هنا وفي كانوا بعض الشيوخ يقعدوا ينتظروا كان عندهم اعتقاد من أن السماء يتحل ويشوفوا بدر ويخرج لهم نور من السماء وكذا ويشوفوا هذه هي ليلة القدر بالنسبة لهم هما ويقعدوا هما يشوفوا يصليوا حتى للصبح يوقف الصبح حتى للصبح إيه؟ وكل يوم هكذاك حتى للصبح يخرجوا قلت لك أنا كان في قلت لك أنا على يا ودي شوف قلت لك أنا كاين سحر تاع الطبيعة مش كيف ما تكون تشوف الطبيعة تشوف فيها على كيف ما هي تشوف انت راك في السماء تشوف النجوم تاع السماء وتشوف القمر كيف ما ذوك راك بالتريسيتي وبالوسمو معمي ما تشوفي والو هما قلت لك أنا في الوقت هذاك كان واحد السر يعني لما تخرج ثم في كنا نقولوا له احنا السحن تاع تاع الجمع تخرج لثما وتشوف على بالك باللي السماء تشوف النجوم تاع السماء تعود تصلي تحس في واحد الجو جو واحد اخر جو ايماني جو جو واحد الجو روحاني ما تقدرش تصوره قلت لك انا كانوا في ذلك الوقت هما يقعدوا يصليوا ويذكروا يقعدوا هكذاك يسبحوا ويقعدوا قلت لك انا ينتظروا الليله نتاع القدر كل يوم ويقعدوا يصفنا فيها يصفنا فيها ويقول لك هو فلان شافها وهو فلان شافها وكذا إيه؟ ويقعدوا يصفنا فيها من أنه السماء السماء تتحل ويخرج واحد النور هكذا منها ومن بعد أنت تطلب هكذا تدعي ربي على جل باش يعطي لك وكذا ونقعدوا إحنا في ذاك إحنا صغار هكذا يقولوا لنا هكذا ونقعدوا إحنا ندعي ويا ربي يعطيني كذا يا ربي يعطيني كذا يا ربي يعطيني كذا للطول تدعي كان المهم ليامات هذوك نتاع رمضان كانت الناس كامل مع الصلاة تاع التراويح بطبيعة الحال كانوا ناس يروحوا يكملوا التراويح ويهبطوا كما قلت انت القهاوي الديمينو والرامي ايه هو شوف هو كان يعني كما نقول في الوقت هذاك ما كانش كما نقول احنا الدنيا راهي مؤمنة كل الناس لباس لا 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 يصليوا والله صحراء. كامل كامل يصليوا كامل يصليوا بصح يروحوا احنا على المدينة تاعنا على المدينة تاعنا احنا كانت فيها حفلات يديروا في بعد صلاة التراويح يديروا حفلات لا صال دي فات بس الحفلات هذه تلقى فيها غناء محترم يعني تسمع الشعبي تسمع مثلا غناء صيفية اللي يهضروا على رمضان يهضروا على القيم تاع رمضان يهضروا كذا يسعدوك على بالك كيما احنا هذه الايام بالذات هذه الايام جميله جميله اللي راهي تابعه لصطيف كانوا يديروا فيها الحفلات هذه منطقه اثريه نقلوها لصطيف داروها في وسط صطيف في الملعب تاع محمد قصاب شوف والله العظيم يعني ال11 من ال11 وروح ليه يعني ما تقدر تسمع يعني أوليو يعني الناس يخليهم يعني ما مع الجو الروحاني هذا والله الجو يعني طغى هذا الجو المميع هذا تاع الغناء هذا تاعهم ولا يعني كشغل لهيه في الناس لهيه في الذكر لهيه في الأخوة لهيه في انه يعود يحب جاره لهيه انه يعود يتقلب له الرحمة هذيك ما بين بعضنا ما بين الجزائريين فايش تلهيه بالغناء اللي يزيد ينفره فهمت تلقى فيها بعد واه ربي سبحان الله كاين فيه في الصباح هاو صايم حتى هذاك اللي كان بكري يسكر اللي كان بكري يدير خمار احنا انا سميتني واحد الغابة هنا في النهار يدير في الليل يخمروا بصح كي جا رمضان يحبسوا يحبسوا يعني كيما نقولوا حتى هو بدا يبقى يسكر يبقى بالدرقة يعني في النهار كاين ربي وفي الليل ما كانش ربي يعني المراعاة اللي حرمة الله سبحانه وتعالى وحرمة هذا الشهر العظيم اللي خيره ربي في هذا في هذا الوقت بالذات خير من 12 شهر وعلى بالك بالمعصية تاعو راهي مضاعفة كيما مضاعف فيها الأجر كيما تشوف ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني فيها تآصر فيها تكاثر فيها حنين فيها كذا يعني المعصية عرف ثاني بلي راهي عظيمة في هذا الشهر والمعصية راهي يعني عندها كشغل كسرت حرمة تاع ربي كيفاش كنتوا ثم في المنطقة نتاعكم الأخ التونسي كيفاش كانوا يعيشوا الأيام الأخيرة من رمضان؟ شوف أنا بديت نصلي أنا نصلي هما على بالك يديروا التهجد يصليوا العشر من الآخرين بعد يوليوا يديروا التهجد يزيدوا يقراوا زوج حزبين أخرين يعني قريب للسحور أنا يديني خويا معاه وأنا صغير
يعني كان شويه يديني فورسي حتى نعود كي نعود نصلي ما نعرف لا راني راح نركع ولا رايح راح نسجد. لكن هما ناظم من السجود انا نركع يعودوا يهزوا يجبدوا فيا اذا كان هما قاموا انا نقعد تخلط في الحسابات. يعني كنت صغير ما يعني الله غالب بصح كان جو يعني كانوا كيما نقول شوف كانت الحرمه. انا هضر كنا نسكنوا في خمس عوائل في دار واحده يعني في حاره واحده وكانت الحرمه وكانت النيه وما تشوفش مثلا الطفله هذه الطفله هذه اللي راهي ربي يهدينا ويهدي بناتنا ان شاء الله ما تشوفهاش سافره هكذاك ما تشوفهاش عريانه ما تشوفهاش كذا. ولاد الكارتي كيخشوا للكارتي خلاص يتسقموا لاش كان بوندي منه ولا منه بصح هو يخش يلحق للكارتي مثلا كارتي لانكار حي كبير هو يلحق هو يتسقم يولي ضيف وكيما نقولوا متادب وكذا يعني تشوف كلام طيب كلام كذا يعني ما تشوفش يعني حوايج بزاف يعني كيما رانا نشوفو دوك دوك راك تشوف حوايج ماشي مليح تما ما تقدرش تتكلم تتكلم تاعك مقط تجي تصلح مثلا تاعك مقط. وهذا هو الشهر يعني اللي فيه الخير يعني التناصح وفيه التآزر وفيه مثلا تبادل المحبه تبادل كيما نقولوا اذا يعني تهادوا تحابوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالهديه بكري كانت كاينه الهديه حتى بطبسي طبسي صغير تاع شربه تسمى يقلب الالفه هذيك يقلب الرحمه تاع القلوب تاع في المسجد اللي كنت انت تروح ليه الاخ تونسي لا. كانوا يديروا الصدقه ولا ما يديروش؟ يديروا الصدقه الصدقه شوف كاينه كسره سبيسيال مخيره في الكسره ما تاكلهاش في الدار تاعكم وتروح الجامع تاكلها والله كيما نقول لك المخيره الماكله المخيره يديوها للجامع يعني كيما نقولوا كيفاش كانوا يديروا عندكم يديروا الصدقه نتاع نهار العيد ولا ما يديروش؟ الصباح شوف عندك ما تهز هذا تفضل كمان تفضل احنا فكرتني في العيد احنا سبحان الله في الدشره نحكيك على الدشره من طريق القبائل في العيد يعني تروح للمسجد تلقى كخايل هكذا يا الدشره كومبلي قاعد الدشره يعني الا يعني واحد اللي ما عندوش يعني بصح الدشره كومبلي قاعدين يطيبوا الحلويات كل واحد واش يطيب والدشره كومبلي ديهم للمسجد تنوض على السبعه تاع الصباح قبل صلاة العيد ولا مور صلاة العيد والحلوات ترامى في المسجد الحلوة يعني حلويات يعني عيد سبحان الله والحليب والقهوة هذيك قهوة عندنا قهوة شوف القهوة ولا كما تاي. احنا في المنطقة نتاعنا دوك نعطيك الكلمة أخ كمال كفي المسجد نتاعنا هذا وبطبيعة الحال المساجد الثانية في المنطقة تقريبا نفس الـ يعني المنهج. شوف في ليلة تاع العيد قلت لك أنا بعد ما حكيت لك على الأيام العشرة هذوك الأواخر هذوك من رمضان ليلة تاع العيد يحيوها بالقراءة تاع القرآن بالتكرار يكرروا من بعد صلاة العشاء والتكرار حتى للفجر يبات الليل الجامع كامل يباتوا يكرروا من بعد هو قريب يبدأ يلحق الوقت السحور الوقت نتاع السحور هما يبداو يجيبوا الناس يجيبوا في الصدقه الصدقه هذه واش يجيبوا كما كان يقول الاخ كمال كانوا يجيبوا الكاطوات كان يجيبوا خبز الدار يجيب واحد يجيب بقلاوه واحد يجيب ما على باليش انا كاطو المهم من بعد يصير فيه تبادل مثلا راهو قاعدين في الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث يجي واحد ولا في زوج ينوضوا زوج ولا ثلاثه متطوعين هازين برانس والله ذيك ويبداو يفرقوا انت مثلا جبت خبز الدار من بعد تدي زوج حوايج ولا ثلاثه معاك تدي ما على باليش انا بقلاوه وتدي زوج ولا ثلاثه انواع واحد اخرين هذيك الصدقه اللي يجيبوها تسمى شغل يتبادلوها هذوك المصلين يتبادلوها مع بعضهم البعض وبطبيعه الحال راه رايح يحدث سرور بيناتهم راه رايح يدخل ايضا سرور يحدث سرور للعائله وتلقى الاولاد الصغار هذوك راهم يتفرحوا وكذا والمحارق كانوا يديروا بكري المحارق وكانوا الى تشفى لهم البشاطل هذوك بشطوله تشفى لها تاع البوشون تاع البوشون تشفى لها راه مازالوا كاينين ولا راحوا كون يحكموك هذه تهبط ست شهر والله تاع وش سمعت الكرب
لا 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 الحديد كانوا يجيبوا بكري واحد البشطولة تاع حديد هكذا ويجيبوا واحد الكبسولة تاع المسمار كاين فيها واحد البوشون هكذا تاع بلاستيك هكذا فيه قرطاس هذاك وتقرص هكذا ويدير دوية هكذا بلوسمو كانوا يجيبوا المحارق ثاني المحارق شوف نهار العيد نهار العيد على بالك باللي ما تقدرش تصلي من المحارق ولا تفضل كمان كانوش كانوا قلت لك كان الناس قلت لك كان قهوه في الدشرة يدير واحد يفتح قهوه الو يصور هكذاك حتى الصباح ولا يصلي راهم في الجامع يصور هكذاك حتى الصباح وبعد الناس كاع في الدشرة كاع كومبلي يجيبوا سنيوة تاع القهوة القهوة معناتها الكاطو ولا تاي القهوة ولا الحليب والكازوز شوف اخويا كمال نعم شوف انا ويزن عندنا احنا ويزن المغرب صحتك ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال صح ان شاء الله وربي يغفرنا ويغفركم ان شاء الله جميع المسلمين في جميع انحاء العالم واللي راهم يسمعوا فينا شوف كاين ظاهرة قال هذه واحد بيته كبير في العمر قبل بعد صلاه الجمعه قال لي كاين واحد الحاجه احنا في الحاره تاعهم وين تسكن كبيره قال لي كيتقدم لنا الخير قال لي شوف واش درت قال لي هزت طفل في ليله 27 قال لي راحت تبركت به طهرته درت له ختان قال لي وجابته للدار للحاره قال لي فرحه كبيره يعني شوف البركه يعني وقال لي واحد ما تكلم يعني مواليه والله مو والله بويو كش ما هدروا قال لي والو هذه يهدر لك في الستينات يعني ناس حاجة من الحاجات كبارة ثم هزت الطفل من الكارتي ديته من الكارتي برا ديته على بالك تصرف عليه تسلك عليه الطهارة وكذا قال لي وجبته مختن قال لي يعني اسم دارت عمل كبير ايه سبحان الله وكل فرحه يعني هذه يعني ميزانة ما لقيتهاش يعني ذوق ما لقيناهاش ايه المهم وربي ان شاء الله افرحنا الدوم صحة الفطور اخونا التونسي وصحة الفطور كل الاخوة اللي راهم يسمعوا فينا من سطيف وإن شاء الله نتلقوا في فرص واحدة أخرى بإذن الله تعالى وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله روح ربي يعود علينا هذه الأيام أعوام مديدة إن شاء الله بالفرح والسرور إن شاء الله إن شاء الله هذا ما هو وما ذلك على الله يا عبي عزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله تفضل الأخ كمال قلت لك أنا في العيد في العيد هكذا يا الناس قايتيك نشفنا الناس قاعد تجي للجامع بلي يصلي بلي ما يصليش ويعني واحد الفرح واحد النهار يعني سبحان الله قلت لك تاكل الحلوة نشفنا يا احنا كنا صغار على كل حال كنا ناكل الحلوة اذا كنت ذوقها اذا نقول هذه تاع الزوالي نروحوا لهذوك تاع المرفهين في يوم الكاوكاو وفي يوم اللوز يعني احنا كانوا زمان كانوا عباك يجيبوا المقروط ويجيبوا الخفاف كاين واسمو هذاك كاين المسمن كاين شغل الفطير هذوما تاع شغل تراديسيونال هما زمان كانوا تاع زوالية والناس هذوما اللي ساكنين في العاصمه منا يديروا القاطو تاع الدار كيما يديروا البقلاوه يديروا هذا العفايس هذوما اللي عم يديروهم دوكا هذاك الوقت كانوا جدد احنا في منطقه تاع قبائل الله كي بعثوهم كي يجيبوهم الجامع يقول لك استنى نروحو ندوقو من هذو تاع المرفهين الشفاره هذه والله الشفاره كيما اليوم وكانوا واسمو الاخ كمال كنتو تشريو القش تاع العيد ولا ما تشريوش كنا نشريو العيد حنا دراري صغار ومن العيديك دراري صغار يكسيوهم كيما دوكا يعني بصح واش من العيد نشفانا يا حنا يا نهار العيد سبحان الله يعني عندنا سوق هذا يا دوكا نحاو على كل حال بالك راح في السبعين الثمانينات وقال لي تنحى هذاك السوق كبير يعني نشفانا يا نسوقو ولا الدشور قاع تاع الدشور قاع هذوك الدشور قاع يتي كيسوقو لهذاك السوق ونشريو المصابير هذوك البولات نشريو الحوايج هذوما تاع العيد الكوابس نشريو الشفاله كيما اليوم يعطيونا دراهم وكان نوضو صباح بكري ونروحو للسوق ونشفى يعطيونا دراهم في الاخر وتروح مع بابا ولا مع جدك
وقاع دش راه قاع يعني تلقاهم الناس لابسين يبيشولهم وكذا ما لقينا زوالي منها تلقاه مسكين تلقاه يلبس لبسه جديده وكذا يروح للصوم هذه الله يرشفها يعني سبحان الله. والنبولات الكوابس هذوما المزمارات واحد الشيء واحد الحفله هذا واحد الحفله يعني واحد عيد تاع الصح والله راه في راسي ما كاش يعني راني نفكر فيه كيما يقول لك بالتمر يعني شغل نسيت حاجه سبيسيال ديروها نهار العيد والله والله غير على بالي بلي كان في الدار كيما يديروا حنايا في الدار مشروبات مثلا كما حوايج هكذا مشروبات يعني ديروهم سبيسيال هكذا بالنهار العيد كما حوايج هكذا المشروبات ولا ما كاش حاجه سبيسيال بصح على بالي بلي حنا كيما حنا في الدار سبيسيال نعرضوا عمومنا نعرضوا الفاميلي اللي فريمون قرب بالبزاف وكاين كيما الفقراء باريكزوم بالنسبة لنا جدي انايا جدي يعني كان الله يبارك كان الفقراء هكذا اللي يعرفهم فقراء كانوا واحد زوج ولا ثلاثة يعني هو سبحان الله يعني ما هذا وين عرفت باللي جدي كان يعني يصدق ويعاون بزاف الفقراء بالنسبة لنا الناس دوك التاكسيور يجي ليك يقول لي كلونديستا ماشي تاكسيور يقول لك زمان جدك الله يرحمه يشوفني مانيش كاع يعني لا خدمه لا كذبه يقول لي اروح اديني البلاصه في يقول لي هو يديني فيها قصره فيها تحواس ويخلص لي الجور اللي تاعي باش غير يقول لي باش يعطيني دراهم ديريكت هذايا ما يعطيهم ليش يقول لي يديني بطونوبيل نحوس بها لا جورني كومبلي ويخلص لي لا جورني يقول لي باش ما يقوليش يقول لي باش ما يكسبليش شغل صداقه ويعاون فيا هكذا قال لي وكان يعطيها لي شغل يعطيها لي ديريكت هذا كيقول لك شغل يقول لي بالك انا نزعف ولا يقول لي يديني شغل سبحان الله قال لي شوف هذيك اللعبه كان يلعب فيها قال لي يديني لا جورني كومبلي يديه يحوس به وكذا وكي يقضي له معاه ويجيبو يزيد يخلص له لا جورني. اخ كمال في يوم العيد نعم. يوم العيد مانيش عارف اسكو راه نفس التقاليد راه عندكم ثم في المنطقه نتاع القبائل ياه ترى كنتوا ديروا مثلا بعد مثلا ما يصليوا الصلاه نتاع العيد ديروا المغافره هذيك يديروا المغافره يعطيك الصحه هذيك شوف المغافره هذيك بلي يصلي بلي ما يصليش باش نزيدها لك حنايا قلت لك كما قلت لك تروحوا للديور تروحوا للديور ولا ما تروحوش لا نروحوا للديور نروح حنا لا بلي بارغا يجيو للجامع كيما 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 قلت لك هذيك نهار تجمعي حنا لا بلي بار كاع يجيو للجامع خاطرش الناس اللي كانوا اللي ما يصليوش باريزوم اللي يسهروا في القهاوي يسهروا حتى الصباح يقول لك غدوه العيد يسهروا حتى الصباح اللي يروح للسوق يروح للسوق استغفر الله يا ربي السوق مقبل المهم قلت لك العيد اجتمعوا كاع يتكرهوا كاع الجامع الور غير يصليوا غير يسلموا يبداو بالامام الناس قاعد تغافر ويسلموا على الامام وتما اللي تبدا الزرده تاعنا تما اللي تبدا الحفله تاعنا القهاوي والحلوه وكذا بصح المغافره ما لا قلت لي قاعد تغافر ما لا قلت لي ما عندكمش ان بلاص سبيسيال ديروا نهار العيد والله حنا عندنا الوالده في البيت نتاعنا كانت تدير الزعتر ايه زعتر نهار العيد هذا سبيسيال فهمت سبيسيال نشفانا على الحنة يديروا الحنة قبل العيد الحنة خلينا قلت لك أنا نهضر لك على الاسم يعني هكذا على المشروبات ولا شنو حوايج يديروها سبيسيال نهار العيد حنا عندنا الوالدة دير زعتر وبقى درك هذاك الاسم عندنا شغل العادة هكذا درك طور مع التاي يديروا له الطيب صحيح هذه صباح صباح نتاع العيد تما بعد ما نفطروا هكذا ديروا القهوه حليب مع القاطوات وهذيك بصح كي الضيوف كيجيو يجيو كاين يديروا الزعتر زعتر ولا تاي مع الطيب ديروا له الطيب حنا لا تاي هذايا حنا الطيب طيب مانيش عارف ربما كاين بعض الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا ما يعرفوش الطيب الكلو جيروفل هذاك قول له الطيب حنا يديروه بوسمو ب يا ربي المين توسمو الزعفران لا تاي تاع البلاد
لا 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 تا هي نورمال كيما تاع شناو هذاك ويديروا له زبول لا لا الحشيش هاك الاخضر هاك واسمو زعفر ماشي نسيتو يا سبحان الله المينت المينت كيفاش يسميوها المونت النعناع 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 يديروه بالنعناع يديروا النعناع ثاني احنا يديروه بالنعناع لا تا تاع تاع الاخر يديروه بالنعناع والقهوه حليب والحلوه هذا هو العيد تاعنا والناس قاعده تغفر المغافره فرحانه المغافره المغافره هنايا كانوا كيخرجوا هذو الاولاد الصغار كيخرجوا يروحوا للديار كامل 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 يروحوا هكذاك مجموعات فهمت هذه والله على بالك يا نور تسمح لي شوف واحد الفرح واحد الفرح في الوسمو تلقاه هكذاك هازين المحارق وراهم يمشيو مجموعات مجموعات تلقى 5 10 يدخلوا ناشف الدار تاعنا يدخلوا 50 60 100 200 يجيو مجموعات مجموعات فهمت عندنا القريه نتاعنا القريه نتاعنا فيها واحد 6000 ولا 7000 نسمه هكذاك ويجيو مجموعه صوا تعرفهم ولا ما تعرفهمش يجيو كامل في الوسمو يمشيوا من دار لدار يدخلوا الاولاد هذوك يغافروا يدخلوا هكذا يسلموا ويروحوا ما يقعدوا ما والو يدخلوا السلام عليكم عيدكم مبارك ويروحوا ويمشيوا ويدوروا من دار لدار كامل يمشيوا ويغافروا على بعضهم الور كيما دوك المصلين وهذيك ما كانش واحد اللي كيما راني نشوف فيهم دوك انا مثلا أنا في فرنسا والله على السلام شغل ما تعرفه ما يعرفك كمل السلام عليكم الا كاكش ما واحد لحلك يده صحه سينو صاي اللي هي في البلاد شوف قلت لك انا يا ما كانش يعني ما كانش واحد يروح للجمع لازم يغافر على الناس اللي راهم ثم كامل يقعدوا يغافروا على بعضهم ثم تقريبا واحد الساعه ولا زوج سوايع والناس راها تغافر على بعضها صح صح حنا الله راك فكرتني فيها المغافره هذه المغافره هذه مازال للدوك وكان اللي واسمه مثلا واحد يقولوا مثلا متخاصم هو واحد والله ذيك يطلبوا السماح مع بعضهم من بعضهم ويتغافروا ويتسامحوا ومن بعد الناس صح تتفرق كل واحد كل واحد يحكم طريقه والله غير نشفالها احنا الطبيعه العاده هذه مازالها لدو من في العاصمه من في العاصمه كيما نسابي انا نسابي مازالوا يديروها وحنا منطقه تاع قبائل مازالوا يديروها يديروها سيتو يديروها الفاميليات النشفه انا كي دراج كيما تحكي انت دار من دار بصح كيما الناس كبار ومن انا بور جالي يتلاقاو في المسجد واللي ما يتلاقاوش يشوفوا يعني يشوفوا يعني واحد اللي ما يتفاهمش مع الاخر يكابروا باش يتقابروا بيناتهم وقتاش يتلاقاو باش يتغافروا والله غير نشفه كيما اليوم والناس يعني يوقفوا معاهم وراهم يقول لهم يلزم تغافر خوك ولا عمك ولا جارك ولا يعني كي كيما يتفاهموش فيك شي حاجه هكذايا والله غير نشفال هنايا وما من في النساء يتقابلوا هذا يحوس على هذا واللي تلاقى به باش يغافروا هو الاول نعم ويبقوا هذوك اليومين يومين هذوك نتوع العيد لانه المغافره ماشي غير في نهار العيد برك يبقاو هذوك يومين النهار اللي بعده واللي بعده يبقاو اللي نقولوا مثلا واحد ما تلاقاش هو واحد والله لازم يغفر عليه حنا المغافرة هادي اسمح لي هادي شغل هادي كيما يقول لك هادي فرض حنا في الاخر كما تنسى تجوز على دار عمك ولا هكذايا يحطها لك في الجورنال يقول لك فلان ما جاش غافرني تقول يحسبوا بالواحد ما تغافر هذه بالدار الدار تروح بهذا الدار بالحسابات قبل ما تخرج من الدار تخرج من الجامع تروح عمومتك خوالك هذوما كاع اللي ساكنين في الدشرة كاع اللي قراب ليك كاع تجوز عليهم طبطب عليهم وتسلم عليهم تغافرهم كاع لو كان مثلا واحد ما يحضرش والله ذيك يجيبوا خبره قال له فلان اليوم والله فلان اليوم اسيدي راني ما شفتوش راه ما جاش صلى اليوم العيد راني ما شفتوش هما سيرتو اسمح لي نور الدين هما سيرتو واحد اللي ما يكونش متفاهم معكش واحد فهو يستناه يقول لك انا نستناه باش يجي غافرني ولا حاجه هكذايا وما جاش ويتذكروا ديرت يقول لك فلان ما جاش غافرنا واش من سبعه هكذا هو مالو طوندي بيناتهم ولا بصح يحطوها له في الاخر يعني يحطوها له في وجهه السيد حنا يعني بصح زمان هذاك الوقت كانت الناس ما تقدرش دير تكسر هذيك الحرمه هذيك عندك مشكل مع واحد ما تروحش تغافروا في العيد ومن هذيك راك كسرت يعني راك كسرت راك ناحيه الشخصيه تاعك كسرتها فهمت يعني الور حنا قلت لك والله غير شبانا الناس كيما يقول لك يتسابق شكون يروح يجري لصاحبه باش يغفره هو الاول
ويقول لك شغل في قلبه، يقول لك انا اللي جريت ليه، انا سبقته، ماشي هو اللي يعني باش يزيد يبين باللي هذاك الانسان خير من الاخر، يقول لك انا اللي سبقته، تهربنا وكذا وكذا، بصح كي لحقت الاخر منا العيد نتغافروا بيناتنا نتسامحوا، انا نروح نجري انا اللي نسبقه. يعني افتخار كيما يقول لك. سبحان الله يعني. شكرا اخ كمال، وشكرا لكل الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا على اذاعه وطني. المهم صحه لفطوركم وصحه لسحوركم، ونلتقي وان شاء الله في برامج واحده اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. One, two, three, viva l'Azzurri!